والجن زي ما اتكلمنا طبعا في الحلقة اللي فاتت، مخلوق من مخلوقات الله، خلق من نار، خدت بال حضرتك، وله قدرات خاصة. في منهم الترابي اللي عايش في الصحراء وكده، وفي منهم الماء اللي عايش في المية، وكلهم كانوا بيخدموا سيدنا سليمان. وفيهم الناري اللي بيعيش في النار، فهم أنواع كتيرة جدا. وبعدين لأنه خلق من جسم أثيري فيستطيع أن يدخل جسم الإنسان بسهولة جدا. نعم. خدت بالك؟ الناس اللي بتنكر الكلام ده بتنكره على أي أساس؟ تقول لك طب ما الجن خلق من نار وإحنا خلقنا من طين، ما هو النار لو دخلت الجسم، نار دخلت الطين بتحرق الإنسان. يعني عايز يقول لك إن لو الجن مس الإنسان، الإنسان بيتحرق. هرد عليها أقول له أول حاجة إحنا خلقنا من طين، لكن لن نبقى على الطين. نعم. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من طين فعلا، لكن جسمنا ما فضلش طين، فضل بقى دم ولحم. والدليل ان الشخص لما يموت ويدفن في التراب بيتحلل جسمه مع الطين. نعم. احنا بندفن في طين وجسمنا بيتحلل. لو كان جسمنا بقى من طين ما كانش الطين حلل الطين، انما جسمنا ما بقاش طين خلاص، اتغير بقى دم ولحم. حضرتك رديت على انه بآية من القرآن كما يتخبطه الذين يكون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. من المس، وانه فعلا مثبوته بانه مس الشيطان للانسان وارد بايه من ايات القران. وبعدين في حاجه تانية، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ صلى الله عليه وسلم الشيطان يجري في الانسان مجرى الدم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت ان هو اخرج جنيه من جسم انسان لما قال له اخرج عدو الله انا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. وثبت ان سيدنا عمر بن الخطاب كان يقرا المشروع الفاتحه فيخرج الجن مهرولا. نعم. وابن تيميه كان بيعالج بالقران والرقيه الشرعيه.